تلفلف دماغي بالكلام، عايز نهملك وهملك. يا موسى انا جاي لك وانا باشا، ممكن اجيب معايا الحكومه كلها لو معاك الانجليز والملك فاروق شخصيه. مش ههملك، هغسل عاري بدمك وبدمها. الكلام ده لو انا خاطفها يا موسى، لكن اختك هربت منكم وانت عارف كده كويس. جاي تسممني بالكلام وتقلب الحق باطل؟ لو راجل تقول الحقيقه، تقول ان بسببك اختي حطت راسي في الطين. الحقيقه يا موسى ان انا اتجوزت اختك. خير خير خير. ابي اسمع صوتك. اذا ايش تبي؟ طلع الفلوس اللي عندك. اي فلوس؟ قلت لك طلع الفلوس اللي عندك. ان شاء الله ان شاء الله. بس يا مؤنس، ثانية واحدة، مش عايزة كده يا مؤنس، مش عايزة بالطريقة دي يا مؤنس. في ايه؟ مش عايزة كده يا مؤنس. ابعد عني. اي ايدي. عرفانة مني ولا ايه يا هانم؟ اللي بعدين اقتلها. صافي، تركني وفل. ما راح تقدر. لا 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 شامك يا شامك يا ويني. حياة. لا 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 أوصلوها. جهزوا السيارة يا شباب! هرب الحالي! شباب! صباح الخير. صباح النور. ها؟ ما ترني؟ لا والله توني طالع البيت. علينا عادي، ليش تتغلب ولا تزور؟ شو رايك انت زينة؟ أنا زينة. أنت زين؟ الحمد لله. زين؟ إلا ليش بسرعة أمك تبي تخطبني يعني؟ حتى ما تعرفت علي. ليش؟ زين لحظة لحظة عادي كذي ما غلطان انا اخطب والله ثقل دلوى والله ببص في عينيكي سليم ولدك راكب عربية وانت بتفكري دلوقتي وبتقولي الراجل المجنون اللي واقف قدامي ده رجال تبي يخطفوا سليم بعد يدك عنه انت بولا وقبل ما لسانك ينطق خلاص زمانهم اخطفوك الو استاذ عائل انت قريب؟ قريب وين؟ ايه قريب، انا قريب، انا في الشارع الحين بس في زحمه طططط واخف في شيء. ايه عندنا معلقات وما احنا عارفين نحلها. طيب انا دقيقتين واوصل. تفتيش قدام يلا يلا يلا. يا نوقع شو قلت لك هتفرق؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا حاسه اني بحلم. احنا كنا عايشين ولا كنا غايبين؟ كنا غايبين وحضرنا ومش هنغيب تاني خلاص. الفيلا دي هنعيش فيها احنا التلاتة والله ما رضيت ابعد فيها ولا ليلة غير وانت معايا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويرزقك ويفتحها في وشك قادر يا كريم. انما يعني ما قلتليش حاجة من ساعة ما خرجنا يعني على الشياكة دي. انا مبهور. نعوة روان على فكرة، انا ماليش دعوة. يسلم ذوقك حبيبتي، انت على طول امر. ربنا يكرمك.